كنت أحضر من زمان وأنا صغير إلى مدينة الحبانية، وكان بها الكثير من العوائل المسيحية، وكانت الكنيسة مبنية وتقام بها كل المراسيم الدينية. افتتحنا الكنيسة بصلاة افتتاحية روحية وليست افتتاح بناء، افتتحناها روحيا، صلينا بها وطلبنا أنه يعم السلام والمحبة بين أبناء العراق كله. ما أعرف فشي شفناه أنه حلم، كنا نحلم نوصل ووصلنا الحمد لله. نريد أن نبعث رسائل محبة وسلام، وصراحة كان الاحتفاء والترحيب أكثر من المتوقع، وهذا ليس شيء غريب بأهل الحبانية وأهل الأنبار عموما. هنا اليوم رفع الآذان ودق الناقوس في آن واحد لنثبت للعالم أن العراق هو واحد، هو عراق السلام والمحبة.